اوباما فشل في انه يعقد دعم بينه وبين المواطن، لانه ما جاي يكلمه على التامين الصحي ويكلمه على الدعم التعاوني لنمط حياته والضرائب التصاعديه والمنظومه الخاصه بنمط حياته، فشل في اخر عامين فشلا ذريعا. جزء مما تعامل معه ترامب بذكاء شديد وهو بيزنس مان انه خاطب الشارع واحتياجات الشارع. فانت بتتعامل مع رئيس ليس شعبوي وليس فوضوي بالمعنى العام اللي احنا صورناه، وهو ليس يميني بمعنى انه ليس يميني متطرف. واليوم انا اعتقد اول اطلاله له على العالم في الخطاب تعامل كرئيس مباشر، وتعامل الجمهوريون مع الحدث انهم اصبحوا الان في السلطه. فبالتالي الانفلات اذا صح تعبيري ما بين قوسين في بعض التصريحات التي كانت تقال لم تقال حتى متحدث الاستاذ وليد من شويه رفض يجاوب على الاسئله كان بيجاوب عليها وقت الحمله الانتخابيه، خلاص انه هيحصل. قال لك لا دلوقتي بقينا احنا ايه مؤسسه بقى.